ولا زال السد في خطر، ولا زال السد في خطر إلا إذا سجل ثالث الأهداف. ثالث الأهداف يأتي الآن. الله على ثالث أهداف الزعيم، ثالث أهداف الزعيم. هنا لدينا من أكرم إلى رأس بغداد، وبعد ذلك أيوب الكعبي يسجل ثالث الأهداف بهكذا الطريقة. نعم، الكرة التي وصلت من بغداد لم يكن متسللا على الإطلاق، وسجل أيوب. صبر وايد إلى أن سجل أيوب. هنا لدينا ثالث الأهداف، بهذا انتهت المهمة. خلاص.